كبير قاعدة نحضر في روسيت نوتيلا. هذو ما هما لي زانغريديون. ان شاء الله تلقاو الفيديو بار ديتاي في شين يوتيوب متاعي. نهاركم زين. ديما مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم جينا باش نعملو حاجة خفيفة وسهلة فيسا تتعمل، العباد الكل يحبوها سورتو صغيرات. بون، باش نعملو نوتيلا بالمكونات اللي قدامكم هذوما. أكاهاو أربع مكونات، سهلة برشا، ما فيسا تحضر في دريج تحضر، ما تاخوش ياسر وقت. لهنا عندي كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب، وعندي معهم أربع مغارف كبار متاع نوتيلا متاع كاكاو أمير. دونك الكاكاو المغرفة العادية الكبيرة هي اللي باش نستعملوها. حطيت أربع مغارف. باش نستعملو معاهم ميكسر، يلزم ميكسر باش نجمو نخدمو بيه. والمكونات هذو ما هما، ما نستحقوش حاجة أخرى. دونك باش نبداو لهنا نصبو الحليب في الميكسر، باش نزيدو كاس السكر، نزيدو كاس الزيت. انا نحط المكونات الكل مع بعضهم، فما شكون يحط كل شيء، والزيت يخليه اخر حاجه يبدا يزيد فيه بشوي. لهنا باش نزيد الكاكاو قلنا اربع مغارف. ناخذ مغرفه نبدا نحرك فيه حتى يتبل الكاكاو الكل، وبعد نخدم الميكسور نتاعي باش ما يكثرش البودر تبدا طايره. بالنسبه للكاكاو نستعملو الكاكاو أمير، ما نستعملوش الشوكولين خاطر ما تعمل حتى شيء، لونها فاتح برشا شوكولين، متعملناش شوكولا باهي. لهنا تنجمو بعد ما تخدموها الكل تزيدو أروم، أروم النوازيت، كيما تنجمو تزيدو شوية نوازيت مرحيين. عندكم حرية الاختيار، يا إما تنكهوها وإلا تخليوها كيف ما تحبو نتوما. توا هكا باش نخدم الميكسور نتاعي ونخليها تدور في عقلها. حطيت الميكسور نتاعي باش نخدمها ونخليها تخدم الكل النوتيلا في عقلها، وبعد نوريكم التكستور. كيما شفتوا الريسيت سهله ما تتكلفش، اربع مكونات موجودين في الدار، سهله برشا وتحضر في ساعه. هذه هي النوتيلا نتاعنا حضرت كيما تراو، هاي التكستور. هذه مازالت ما تحطتش في الفريجيدير وديجا التكستور نتاعها باهي على الاخر. دونك كما شفتوا مكونات بسيطه عندنا في الدار، نجمو نحضروا نوتيلا لصغارنا، مش لازم نقعدوا نشريو في كل شيء. دونك انا شريت 300 غرام كاكاو نخدم بهم كل شيء، معناتها نخدم بهم الجاتو، نعمل بهم نوتيلا، نستحقوها في برشا حاجات. 100 غرام الكاكاو ب 2000 يظهر لي، حكايه فارغه معناتها. وشوف الكونتيتي اللي عملتها لنا، صحفه كبيره ومعبيه. دونك كما قلت لكم اللي جديد في الشان تاعي ما تنساوش تضغطوا على كلمه سابوني، تضغطوا على الجرس بجنبها، هكاك كل ما نهبط ريسيت جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. بسلامه. واللي جرب لي ريسيت نتاعي يبعث لي التصويره على الانستغرام نتاعي فام جلامور كويزين. كيف كيف تنجموا تخليوا لي اي سؤال في لي كومونتير وانا نجاوبكم. بسلامه.